أصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يعني يخرج للصلاة وجاز للصلاة، لا يؤخر الوضوء إلى المسجد، هذا أفضل وأحسن. هولعدقة شامج يوجخينات وشيلامز شيطاع يتردوهم بوغلامز ميشق يحتيوج يمشي إلى المسجد أو يركب غاش وغمقحوني بوغي يمشي نها إشتاق وغمقحوني بوغ والمشي أفضل أما غش ورغول دعون بو يمشي في سكينة لا يأتي إلى المسجد وهو يجري يوخى صيغة طلعوني بو ويدأ تويدحوني بو من ليش صيغة طلوش لا يأتي إلى المسجد وهو مشمر أو يرفع الثوب مثلا يوخى تعد بدر يا خارت يلا نيس يوتش إشتأ تووخوني بو ولا يمشي ويتكلم بصوت مرتفع إشتأ غوغ ياش شي أز أي ديش موح يقشى تووخوني ماجي إذا وصل إلى المسجد يقدم الرجل اليمنى عند الدخول شامازك شو يعولش خناحة اهتو اغور اهتو كواك حلغة باقش شو يعولي واليسرى عند الخروج يوغا شامازك شو ايرولش خناحة ايرو كواكي تاني ايرولي الأصل أن الرجال يتقدموا إلى الصف الأول لا يتأخر ولا يتأخر إلا النساء أحقا بيرشناغا حلغر مغنشك حلغ بول بيزحون باخون زودريشة إيعار مغنش بول جعداغوت إذا وجد الصلاة قد أقيمت يدخل مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام شامل شو عالجخنا وجا إمام لامز دياش تنكريشة تار تاني تكبير دوي دعت لامز دعت يوخكتو تار تاني وإذا كانت الصلاة لم تقم بعد يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس أو سنة السنة القبلية للصلاة. أق شاتشوع واج قامة تنز دينس خلاها ماجدن شركة سنة لامز دتو يا إلامز حلقة دول إلامز حلقة دول رك سنة لامز دتو. يحرم أن يبيع ويشتري في المسجد. ماجد شو هاي وقت يصير لي لمكشتات. أو يتكلم عن السياسة يتكلم عن الدنيا. يا دنيا هما ديتي شولشتات يا بوليتيكا ابسوشتاتي شولشتات المساجد لم تبنى للبحث عن المفقودات او الحديث عن الدنيا او البيع والشراء هنا تش ايماجك تندين مداتي بوخر دنيا ديتي يا بوليتيكي تي اتندين داتي بوخر